والآن مع أحوال الطقس تستعرضها لنا في وقفة أخيرة في نشرة التاسعة دينا. شرف إليك دينا. شكرا لك محمد، شكرا لك رغدة. والآن موعدنا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، ولطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات، ونبدأها من القاهرة والعظمى 33 والصغرى 21، اسكندرية 30-19، مطروح 30-19، بورسعيد 27-19، الإسماعيلية 33-20، السويس 34-19، العريش 28-18، طابة 33-21، شرم الشيخ 35-24، الغردقة 34-24، الأقصر 40-24، أسوان 41-25، الوادي الجديد 40-25، شلاتين 35-23، وأخيرا حلايب 30-22. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.